حاسب يا سعيد، هذا الأكل اللي على الفطور مو بزين للي في عمرك، فما بالك بالشياب. في الشهر الفضيل الشياب بحاجة لرعاية خاصة، فلازم يا سعيد نأمل لهم وجبات صحية متوازنة، يعني غنية بالبروتينات والأملاح المعدنية والفيتامينات، معتدلة في النشويات وقليلة الدهون. حسب منظمة الصحة العالمية، المسنين يحتاجون ل 2200 سعرة حرارية يومياً للرجال و 1800 للنساء. في رمضان افطارهم يكون خفيف، وبعد مرور ساعتين وجبة رئيسية، وفي الآخر السحور. الكمية الكافية من البروتين هي بمعدل 1.5 جرام لكل كيلوغرام من وزن الجسم، ولازم نخفف لهم الملح والتوابل، ونخلي الألياف والخضروات جزء أساسي من الوجبات. وينطبخ الأكل زين لنسهل عليهم عملية المضغ والهضم. ولازم نتابع يا سعيد معاهم عشان يشربون بين لترين وثلاث من السوائل، ويأكلون فواكه غنية بالسوائل مثل البطيخ والفراولة، ويتجنبون القهوة والشاي خاصة في الساعات المتأخرة من الليل. وآخر نصيحة يا سعيد للشياب المصابين بأمراض مزمنة مثل السكري والكوليسترول وارتفاع الضغط، ضروري يستشيرون الطبيب اللي يمكن يغير لهم بعض الأدوية اللي يأخذونها عشان يقدرون يصومون. مبارك عليكم الشهر، وعساكم دوم صحة وسعادة.